السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة SDTV في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد. وأعتذر عن التأخير لوضع بعض الفيديوهات لأنني قد كنت مشغلا قليلا هذه الأيام الماضية. في هذا الفيديو أحببت أن أشارك معكم شيء عمل ضجة كبيرة، وأردت أن أحذركم وأن أتكلم على هذا الموضوع وأن أبدي يعني رأيي وأشاركه معكم، وأردت أن أوضح لكم يعني بعض المعلومات المثيرة وبعض المعلومات التي هي مهمة جدا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو المرجو الضغط على زر الاشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ومع أهلكم وأحبابكم وجميع الناس الذي تعرفونهم حتى يستفيدوا من هذا الدرس المهم وهذا الفيديو المهم. في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين أردت أن أقوم بتعليق وإفادة في نفس الوقت. فيديو لقد عمل ضجة هذه الأيام، تصوير سيدات داخل الحمام بالكاميرا ديسبيوناج أو يعني كاميرات التجسس التي تقوم بالتجسس هذه الأيام. أردت أن أشارك معكم هذا الموضوع المهم، وأتمنى منكم أيضا مشاركة هذا الموضوع مع الأصدقاء والأهل والأحبة وجميع الناس الذي تعرفونه. في الأول سوف نبدأ بيعني الكاميرات الرقمية والحديثة وكاميرات التجسس التي أصبحت صغيرة جدا ولا ترى يعني لا بالعين المجردة ولا بعين أخرى. كاميرات أصبحت مخفية في كل مكان، كاميرا كاشي لن تتمكن من يعني من ملاحظتها أو من يعني التعرف عليها إلا إذا كنت تشاهد هذا الفيديو. هذه التكنولوجيا الخطيرة والحديثة لقد أصبحت أخيرا تعمل ضدنا، يعني حتى تمكنوا من فعلها في الحمامات والتجسس على النساء، يعني على أمك وأمي وعلى خالتك وعلى يعني النساء المسلمات، وأن يتم نشر الفيديوهات في جميع مواقع التواصل، فهذا شيء غير مقبول تماما. وأنا أردت أن أحذركم وأن أوضح لكم كل شيء من هذه الكاميرات في هذا الفيديو حتى لا تقعون أنتم أيضا في مثل هذه المشاكل، لأنها يعني كلها منتجات أصبحت موجودة في الأسواق، وأصبحت خصوصا موجودة في الويب سايتات للشوبينج مثل جيربيست ومثل إي باي ومثل أمازون ومثل يعني جميع المواقع، يعني مواقع الشوبينج سوف تجدون مثل هذه المنتجات. المنتج الأول وهو كاميرا صغيرة جدا وتباع مع المرحاض، المرحاض يعني الرومي أو يعني مرحاض الأوروبيين ويعني الأجانب. الشيء الذي يوضع فوقه يباع كاملا، لديه يعني نقطة التحكم عن بعد، وتوجد الكاميرا غير مرئية، يعني الكاميرا سوف تصور كل شيء أمامها بزاوية 125 درجة. إذا كنت يعني داخل إلى المرحاض سوف تصورك، الغطاء يكون مفتوحا، سوف تصورك كاملا وسوف يتم التقاطك بالفيديو بال HD أو الفول HD كواليتي، يعني كواليتي جد واضحة. المرجو التحقق من الغطاء الموجود في المرحاض. وثاني كاميرا سرية للغاية وخطيرة، يعني تعرفون الشيء الذي يوضع فيه تضع فيها الصابونة أو يعني الصابون الذي نغسل بها اليد، فهناك يعني كاميرا غير مرئية يوجد غطاء أبيض فوق الشيء، يعني أنتم تلاحظونها أمامكم على الشاشة، يوجد يعني دائرة، ذلك الجهة وتلك الدائرة يعني تكون بارزة وداخلها تكون كاميرا غير مرئية نهائيا ولن تتمكن من إيجادها. المرجو التحقق من تلك الدائرة البارزة التي هي غير مرئية نهائيا ولكن سوف تجدها بارزة وتوجد بداخلها كاميرا. المرجو التحقق أيضا من تلك يعني من هذه الأداة، يعني أداة وضع لتوضع فيها الصابونة في الحمام. ونذهب إلى الأداة، أداة التجسس الأخرى، وهي يعني أصبحت شائعة في الإنترنت. والأداة يعني الأداة الثالثة والخطيرة أيضا أصبحت شائعة في الإنترنت، الذي توضع فيها فرشة الأسنان ويوضع فيها أيضا معجون الأسنان. كما تلاحظون في الصورة توجد كاميرا، يعني فهي يمكنك مشاهدتها، لكن أنت سوف تقول أنها يعني فقط زر
للشعر. تلك الأداة فهي تقوم بتعقيم فرشة الأسنان. أنت سوف تقول أن تلك الزر هو زر تلك الأداة وأنه يعني يشير إلى شيء ما، لكن كما تلاحظون أمامكم في الصورة تلك فهي لينس، فهي عين الكاميرا، ويوجد من تحتها ليد، وسوف تجدون اليو اس بي في التحت، وأيضا تجدون الريكورد وتجدون المود وكل شيء موجود هنا. وكما تشاهدون أمامكم فأيضا تلك الأداة هي أصبحت خطيرة جدا وخطيرة، المرجو أن تقوموا بالتحقق منها إذا وجدتمها في بعض المرحاضات أو بعض الحمامات الفاخرة في قاعات الأعراس والحفلات. وننتقل إلى الأداة الرابعة وهي عبارة عن عطر، عبارة عن عطر يباع أيضا بالتحكم عن بعد، ويعني توجد داخله كاميرا، ولن تتمكن أيضا لن تتمكن نهائيا من مشاهدتها، وسوف يقوم تصويرك أيضا. ونذهب إلى أداة الخامسة وهي عبارة عن فرشاة يعني لتنظيف المرحاض، وهي أيضا هناك كاميرا خطيرة جدا ب 360 درجة. سوف تلاحظون أمامكم هنا اللانس توجد في الأعلى وتقوم بتصوير الغرفة بأكملها أو الحمام بأكمله، وسوف تجدون هناك يعني الليد، يوجد الليد للتصوير في الظلام، أيضا يوجد في الأفق، وسوف تجدون في التحت يعني اليو اس بي. المرجو التحقق أيضا من هذه الأداة فهي أصبحت خطيرة ورخيصة الثمن، ليست بالغالية. وننتقل إلى يعني الأداة السادسة، أداة التجسس الخطيرة أيضا التي تقوم فيها بتعليق السيرفيات أو يعني المناديل، فهي يعني جد خطيرة. كما تلاحظون أمامكم توجد اللانس أو عين الكاميرا غير بارزة نهائيا، والكيبين أيضا، ولديها أيضا جهاز تحكم عن بعد، فهي خطيرة جدا، تظهر لك في يعني في كأنها كلها ألمنيوم أو كلها حديد، لكن توجد كاميرا تجسس في الداخل، يعني لديها جودة الـ QHD أو الـ Full HD، يعني جودة جد رائعة جدا، وتقوم بتسجيل كل شيء يدور في الحمام ب 125 درجة أو 360 درجة أيضا، لكنها غالية الثمن لأنها لا يمكنك الشك فيها نهائيا. ونذهب إلى الأداة الأخرى والسابعة وهي عبارة عن يعني أداة الصابون الذي يوجد فيها الصابون للتنظيف. سوف تجدون اللانس فهي يعني غير ظاهرة أيضا، سوف تجدون اللانس فهي غير ظاهرة، يوجد اللانس ويعني الليد أيضا في اللوجو الخاص بهذه الشركة التي تنتج يعني هذا النوع من المنتجات، صابون التنظيف اليدين أو للحمام، هناك يظهر لك كل شيء، ولديها أيضا أداة تحكم عن بعد، يعني يمكنهم عمل الزوم وعمل كل شيء عن بعد وأنت لا تدري شيء. كما شاهدتم معي مشاهدي الكرام، لقد أصبحت يعني هذه الأجهزة، أجهزة التجسس، أصبحت خطيرة جدا ومخفية لدرجة أنك لا يمكنك ملاحظتها أو مشاهدتها أمامك، إلا أنها تتمكن من تصويرك وتصوير يعني أخواتنا وأمهاتنا وخالتنا وعائلتنا وأصدقائنا وكل شيء، خصوصا نحن بلد إسلامي ولا نريد هذه الأشياء مثل هذه الأشياء يعني أن تسيء بالإسلام وأن تسيء بديانتنا وبعادتنا وتقاليدنا. أتمنى أن تكونوا مشاهدي الكرام قد استفدتم من حلقة اليوم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو على جميع شبكات التواصل الموجودة لديكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله، والمرجو الضغط على زر لايك لكي تقوموا بتشجيعي لكي أقوم بالمزيد إن شاء الله، وإذا أعجبكم الفيديو ولا تنسوا الضغط على زر اشتراك لكي تتوصلوا بباقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. Peace.